مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أصناف شوتر والممثل مؤخرا ريفكا، وأثناء تواجده في إنجلترا انقطعت أخباره لمدة 3 أيام بسرها ريفكا خبر حادثة سرقته رفقة أصدقائه، وقد قام السارقون بتكسير سيارتهم. وأكد ريفكا أن هؤلاء المجرمون كانوا يترصدوهم قبل قيام بجرمهم. صرنا اكسيدون في الانجليز، كنا مقارين كروسا، كسرونا طوموبيل، داونا كلش. نخليكم تشوفوا الفيديو. يقول لك زعما في اوروبا الامان، ما كاش، نحاولنا كلش. كاين عفايس نيجاتيف اللي ما نحبش نبارطاجيهم معاكم، ماذا بيا نبارطاجي معاكم غير لا بوزيتيفيتي. مي لا غالب انتو لي كاسكي سور سي كو هذا ولا هادوما لي كاسرونا طوموبيل كانوا يتبعوا فينا، دي سو اوفيسيال، سي اون سورس اوفيسيال كانوا يتبعوا فينا. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.